كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. بداية رشيد مرحبا بك دائما على كاف 24 تي في ومرحبا بك أيضا في مدينة طنجة. شكرا جزيلا وتحية للناس طنجة وتحية لكاف 24. رشيد هضرنا على الموسم الجديد ديال البرنامج ديالك. موسم جديد هو موسم حاولنا أن نزيدوا عليه بعض الإضافات وأننا ندخلوا كل حلقة موضوع من المواضيع وأننا نستقبلوا الناس من الشعب ماشي دائما الفنانين. كيف ما شتي هذا الموسم هذا درنا بزاف ديال لي تيماتيك اللي الحمد لله الجمهور تفاعل معها بشكل إيجابي ومن فوالا وكانت واحد الحلقة اللي عجبتني بزاف وكان تفاعل كبير فيها واللي أثرت فيها كثير هي الحلقة ديال دوزي، الحلقة اللي خصناها الأطفال والأشخاص الصم والبكم، الناس اللي ما كيتكلموش ما كيسمعوش، اللي استقبلناهم لأول مرة في البلاطو يمكن في تاريخ التلفازة المغربية. وأنا أول مرة كنشوف هذه القضية هذه. الحمد لله كان تفاعل كبير وكان تجاوب أيضا مع الجمهور وكانت التفاتة لهذوك الناس هذوك. دونك كنحاول إن شاء الله أنني نزيد نطور من البرنامج، وأنا برنامج ما يبقاش فقط خاص غير بالفنانين، كل مره ايضا سلطوا الضوء على ناس من الشعب. فوالا شفنا واحد الحلقه كانوا فيها، كانت حلقه شماليه 100%، كان فيها الحر وكانوا فيها ايضا حسن ومحسن. كيف جاتك الشخصيه ديال الحر؟ الحر واحد الانسان خلوق، ولد الناس بهذا لو تيرم هذا. سكي كان اللي كيخدم تبارك الله، كي كتحس به بانه فاش كيبغي يخرج شي اغنيه كيتابع ليها بزاف، كيوجد بزاف، وعنده دائما ذاك التخوف من انه يقدم الافضل كبدايه. الان يعني من اللي بدا حتى الان لاحظنا بانه مشى بواحد الشكل تصاعدي تبارك الله، ودائما كيقدم اغاني في المستوى. المرور ديالو طبعا كان جميل في رشيد شو، ومازال ان شاء الله نستقبلوه في حلقات اخرى ولا في برامج اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. رشيد تبارك الله عليك. كلمه اخيره شنو كتوجه للجمهور ديالك عبر كاف 24 تي في؟ الله يرحم باباكم وشكرا بزاف، وخاصني شي ساندويتش مع الدري خديل. او محمد عدل شي ساندويتش الله يرحم باباك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.